خطرنا وضيفنا اليوم في الاستوديو راح نتحدث فيها عن كثير من الامور اللي تخص الازياء وايضا المهرجانات اللي تقام اللي تخص الازياء وايضا بعض الستايلات اللي تخص ايضا المشاهير. ضيفنا اليوم هو عباس كوي مصمم الازياء. نورتني عباس. مساء الخير. مساء العافيه. حياك الله. الله يخليك. عباس حدثني بدايه اليوم انه انت شاركت بكثير من المهرجانات اللي تخص الازياء. اليوم شلون تبدي تبلش لهذا المهرجان؟ شلون نصمم الازياء؟ شنو الافكار اللي تجيك بتصميم الازياء للمهرجانات؟ اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. المهرجان حسب الطلب مالته. نعم. كان اكو يعني عادي بدون اذن، هسه لا، هسه الطلبات اكثر شيء مستوره وهي شغل. نعم، تكون محتشمه اكثر. اي اكثر شيء، باكر هسه عندي تصميم تقريبا 15 قطعه. تمام؟ مهرجان عراق ستار. تمام. ايه يعني كم منهم قبل 15 يوم 10 ايام حسب الفكره حسب ذكرت الموضوع. لي انه هذه الفتره انه الطلب على الفساتين المحتشمه اكثر من انه تكون الفساتين مفتوحه، شنو السبب؟ السبب سووها كلش. منو اللي سواها كلش؟ الموديلات ظنن يطشن يطلع من السوالف و يعني قصدك اجت فتره من الفترات انه عرض الازياء صارت بفساتين مفتوحه وايضا مفتوحه وضيقه وكل ضيقه ومناظر غير لائقه للمراه العراقيه، فمن هذا السبب اجاكم تبليغ من وزاره الثقافه من يعني من وزاره الثقافه المسؤوليه عن تنظيم المهرجانات. أي أي من وزارة الثقافة من هذا الشيء. اليوم نشوف انه المصمم اذا اراد مثل ما يقولون انه هو يجيب مشاهدات او ما معنى اكثر المصطلح المنتشر انه هو يطش، يخلي موديلاته تكون يعني تكون مغرية نوعا ما وايضا فساتينه مفتوحة. اي مميزة ومختلفة، اكثر شيء على الاختلاف الالوان المختلفة. لازم يسوي حركة فستان حتى لا احد يقلده. اليوم شلون تحفظ حقوقك بهذا الموضوع؟ اقدر يعني هو ما مال تقليد يقلدون اكيد مستحيل طبعًا. خاصة البيجات هاي الوهمية. بس احنا نقدر لوجو وندق الفستان بلوجو داخلي همين. فاتتك هذا الموضوع التقليد وايضا اي كلش هو اي نشرب الفستان هو نفسه اني نشرب 45 اي بس من يوصل لبيت غير شيء. الاسعار حسب يعني من 100 دولار واتصاده 600 دولار 700 هيك تعتمد على الكواليتي مال القماشة. اي حسب اي حسب القماش التصميم. لا لا حسب القماش مو على التصميم. اكثر اقمشتك من تعتمدها؟ هي اكثر شيء يعني الجسميكو اكثر الشغل، جسميكو غالي كلش. دوم تستعمل اقمشه مستورده ام انه انت تستعمل الاقمشه المستورده؟ لا لا مستورده. لا لا مستوردة. كلها كلها يعني ماكو اي قماشه تستخدم يعني من يعني تصنيع محلي؟ لا احنا ما عندنا ما عندنا الاقمشه المطلوبه. اي اكثر شيء بتركي. شو كنت بديت عباس بالمجال التصميم؟ ايش قصار مجال التصميم 2019 يعني صار فتره جدا طويله. اي 2019 اول حصلت جوائز خير من الله. تقريبا بال 30 35 مهرجان. انا اكثر المهرجانات انا دايرها ما شاء الله. عباس بصراحه متابع اعمالك، انت جدا مثابر بهذا الموضوع وموضوع المهرجانات. اليوم تشوف المصمم اذا كان يريد يبرز نفسه ويكون مصمم ناجح لكن بطريقه صحيحه وليس انه بطريقه مبتذله يعني يعتمد على تصاميم غير لائقه، شلون يبدي خطوات صحيحه؟ خطوات الصحيحه تتبع لل يعني الواحد يعني شلون يشتغل من بدايه صحيح لا غلط لا كذب. نعم تمام. يعني دائما يشوف قصدك انه المصداقيه مع الزبون. المصداقيه اهم شيء. اهم شيء المصداقيه. اكثر الزبائن يجون انت تدري البنيه لازم تحكي ولازم تطلع شيء غلط. نعم. او بس نجي وياها نجي وياها نجي وياها بكل الاحوال ونسوي اللي تريده على طلبها. طيب تعاملت في مشاهير؟ هواي. منو منهم؟ مشاهير هواي كلش يعني انا اكثر المشاهير واكثر المهرجانات يحبوني انا يريدون بالمهرجانات يعني هواي هواي. ما طيب اكثر مشهوره او مشهور عجبك ذوقه بالتصميم او مثلا تحس انه الطلب او التصميم اللي يطلبه يكون غريب نوعا ما؟ والله شكل لك عندك فاطمه لان انا فاطمه باكر مهرجانها همين همين شغل عجبها وعندك بسمه. كان عندك مشاركة بمهرجان الهلال الذهبي؟ الهلال الذهبي كنت مسافر.
لكن بمهرجان عراق ستار انت كنت يعني الراعي اللي طيب اليوم تشوف المهرجانات ده تكثر بالعراق، هاي خطوه ايجابيه، اليوم شلون تنجحون هاي المهرجانات؟ والله انا شو اقول لك، قامت شغله صارت كثره كلش، كانوا اثنين ثلاثه يعني مش كم واحد، من الموديل تحول اب مدير مهرجان، من موديل صار مدير مهرجان، يا هو اللي يجي قام يسوي مهرجان، هذا قام يجيب يا اي وحده، فهي خربت. فهسه النقابه لا ثبتت على هذا الشيء وقامت تتحاسب. انت عندك عضويه بنقابه ال طيب اليوم انت مثل ما يقول انه انت خطواتك صحيحه، وايضا ما شاء الله بعمر صغير وبفتره قليله حصلت هذا الاسم وايضا هذه النجوميه. عباس اليوم تشوف انه انت افكار التصميم تحتويها فقط من الزبون ام انت عندك لمسات خاصه بيك؟ لا لا، اكثر شيء لمسات من الزبون، اذا يعطيني طلب اغير له غير طلب، يعني اذا يجيني اغير تفكيره. خلينا نشوف هاي الصور اللي بالجوله تنعرض، هذا تصميم لفستان مهر او مناسبه او عرس، هذا زفاف، وهذا فستان سهره. ها كلها تصاميمك وايضا لمساتك، هذا يمكن من مهرجان مال شو اسمه، هذا مال عراق ستار. عراق ستار. طيب اليوم عباس يشوف انه الفستان انه ممكن انه يختلف من موديل الى موديل، يختلف حسب الجسم. هذا فستان الزفاف بصراحه جدا جذب نظري. اليوم هاي الفساتين اللي انت تعتمدها على النعومه وايضا الفخامه وبعض التفاصيل الصغيره، مثلا وخصوصا اكو موضوع جدا جذبني، هاي للإعلامية والشاعرة الكبيرة شهد الشمري وأيضا الممثلة سيرين عبد النور، هذا كان تصميم خاص، تصميم خاص على طلب من الشاعرة شهد الشمري، أكيد وجه لها التحية. يعني يوم أنه أنت تشوف تصاميم خاصة للمشاهير أصعب من التصاميم الخاصة للزبائن العاديين؟ طبعا. ليش؟ هذول الدقة يريدون ويريدون يعني ما متقلد، تفهمين يعني الا تلبسه يلا يتقلد وراها. هيك. طيب اليوم شلون تدمج الالوان يعني اكيد اليوم اي تصميم يعني يكون بالوان ويعتمد على الكواليتي والخياطه وهاي التفاصيل، شلون تقدر يعني مثل ما نقول انه احنا ترتب الاوضاع انه بين انه الوقت المحدد لك وتنسيق الالوان وايضا ترتيب الفصائل والخياطه؟ الالوان تنسق حسب يعني هسه عندك الصيف الوانه اكثر شويه تكون فاتحه نعم، والبنيه السمراء يعني لها لون، والبيضه لها لون، يعني حسب الطلب مال الزبون. على شنو تعتمد ويا الزبون؟ مثل ايش؟ يعني مثلا اجاك زبون حاير انه اليوم انا اليوم شنو اريد يعني اصمم فالتصميم معين ببالي، شنو يعني مثلا لون بشرته او مثلا يكون جسمه او تفاصيل جسمه وهكذا؟ حسب التصميم، حسب طلب الزبون. اذا يجينا طلب هسه هذيك، اذا تجينا بنيه ضعيفه نعم تمام، تريد فستان كلش ضعيف. بهذا الموضوع خصوصا اليوم دائما نشوف انه البنيه الممتلئه او مثلا البنيه تكون النحيفه، النحيفه دائما تميل للفستان يكون كلش ضيق، بس انا ما احب انه يكون ممكن يكون اللي تكون شويه نوعا ما بنفشه تكون يبين احلى عليها. صحيح. اي اي مو عندك السمينه لازم تلبس شيء، لا نقول سمينه نجرح بعض نقول ممتلئه والله العظيم انه كلش يعني الا ضيق، هي يعني كل شيء ينشز عندك بالضبط. انا خصوصا اللي تكون عندها وزن زايد وتلبس فستان مفتوح احسه اوفر. ايه ما تطرح رايك لو هن يكونون دائما متزمتات ورا اشتغلوني. طيب عباس اليوم فتره الخياطه ايش قد تاخذ مثلا اذا كان فستان ببعض التفاصيل الدقيقه؟ حسب يعني عندك من 15 الى 20 يوم، يعني ما يقل لا 10 ايام ولا هيك، يعني فترة مو كلش طويلة. لا لا مو كلش طويلة. طيب بس حسب البدلة. طيب ذكرت لي انه انت من 2019 بديت في هذا المجال. في فترة كورونا وانت اقمشتك مستوردة وتوقفت كل الكوكب كله توقف بكورونا. اصلا هناك. ظليت مستمر لو توقفت؟ لا انا اصلا يعني بقيت بتركيا ما رجعوني. وتصاميمك وشغلك كله وقف.
يمكن له وقف. يعني أقمشتك دائما تستوردها من تركيا؟ من تركيا اي. طيب عندك تصاميم مثلا تستوحيها من افكار عالميه؟ يعني عندنا كثير من المصممين العالميين. اي اي لازم لازم، ما اقول لك من يمي بس لازم اخذ منه ومنه حتى تفهم. عباس اليوم تشوف انه اكو تعاون بين المصممين والمصممات العراقيات اللي مقيمين داخل العراق او خارج العراق؟ لا كل واحد يشتغل بواحد. يعني ماكو افكار اليوم متشابهه بيناتكم او مثلا فد اشياء مشتركه تجمعكم؟ لا ماكو منافسه. هي لازم تكون المنافسه، لكن ممكن انها اكو مثلا اكو اشياء تجمعكم، اكو بعض المهرجانات بعض الروابط. اي اي ما عندي شيء، يعني ما عندنا اي شيء بس نجمع سوا كشغل عمل. لا بس كمهرجانات ما اجتمعتوا بعمل مشترك؟ لا لا ابدا. بس كمهرجانات لا تنتقي. اليوم شنو اكثر نوع قماشه تشوفها انه الطلب عليها اكثر من غيرها؟ عندك الموديلات الخفيفه، الستان. الستان؟ اي الجسميكو. اي كيبار. نعم. شتوي رخين شويه وقديف. نجي على التفاصيل الشتويه والصيفيه، اليوم التصاميم الشتويه والصيفيه اكيد بها اختلاف، شنو الاختلاف يكون بيناتها وايضا بالنسبه للالوان وللتصاميم وايضا الكواليتي مال القماشه؟ القماش انت اكثر شيء بالشتاء انا قلت القديفه. موديل القماش الديزاين القديفه يمشي بالشتاء. نعم. كلون يعني بارز ولون شتوي يعني المارونيات السوادات بني. يا صيفي لا ستن خفيف وفوقه كيبور او اشياء. طيب انت مختص فقط بالحفلات والمناسبات؟ يعني مثلا قمصان او مثلا بدلات؟ لا مختص بديزاين واحد. بديزاين واحد فقط. عباس شلون قدرت تثبت اسمك بهذا المجال الصعب؟ اليوم مجال الازياء مجال بصراحه يعني اعتبره صعب، مو بسهوله اليوم يجي اي مصمم يقدر يثبت تصاميمه وشغله وايضا ابداعاته ولمساته الخاصه. هاي توفيق من الله. اكيد ونعمه بالله، لكن بجهود. والله بعدي يعني انا اشتغلت. منو دعمك بهذا المجال؟ ما حد دعمني. انا وليت بقوتي وظليت اشتغل ومن يم انا صغيره واشتغل. اها ما شاء الله. عباس كوين رغم ضيق الوقت لكن جدا استمتعت بالحديث وياك، وان شاء الله ان لقاءات اخرى نتحدث فيها عن مديرات تستجد بالسنه القادمه. وبالتوفيق لك ونورتني اليوم جميل. وشكرا لحضورك. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الاستماع وشكر خاص لكل فريق العمل وكادر البث المباشر اللي كان مرافقني على مدار الساعه من الوقت. انتظروني يوم السبت القادم ان شاء الله بيوم جديد واسبوع جديد وحلقه جديده، الى اللقاء.